الصوفيين مهما كان توجهاته يتصل أو يلتقي أو ينسق مع العدو أو أحد ممثليه بأي صورة من الصور، فهو يرتكب جرم يعاقب عليه القانون وينبغي أن يحاكم جراء هذا الجرم. هذا من جهة. من جهة أخرى، فيما يتصل بحال المعارضة السورية في الخارج التي لم تشارك بهذه المهزلة عمليا، فكما قلت في البداية أن أبواب الوطن مشرعة لجميع الإخوة السوريين سواء كانوا في الداخل أم في الخارج، لنتبادل مع بعضنا البعض الرأي ونتحاور ونلتقي أو نختلف لا بأس، فالاختلاف لا يفسد للقضية للود قضية. فنحن دائما حراس على أن نكون وحدة وطنية في حالة متماسكة متصلة مستمرة مهما كانت الأحوال والأوضاع والأنواع. فالتفاؤل موجود والفرص متاحة، وعلينا أن لا نقف، وينبغي على كل منا أن يتحرك بالاتجاه الذي يوفر للوطن أمنه وسلامته وحريته. نعم. فهذا أمر لا خلاف عليه، وينبغي أن يؤخذ بعين الحسبان والاعتبار والتقدير وأن نتمسك به جميعا. هذا ما أرى. نعم، شكرا سيد أحمد، ونتحول أيضا إلى الرفقة. هناك وجهة نظر السيد منير عبد الله الحافظ عضو اتحاد الكتاب العربي. يعني أكثر المواقف السياسية السورية الحديثة التي صدرت، يعني كما ذكرنا تصريح السيد فاروق الشرع صباح هذا اليوم.